السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معاكم عن المشاكل اللي صايره الحين في العالم، هل بتاثر على ابل ولا ما بتاثر عليها. تكلمت لكم قبل فيديو او فيديوهين ان هذا الشيء راح ياثر على ابل، ودليل ان تكلموا ان الحكومه الصينيه الحين سكرت بعض او اكثر الشركات او اكثر الاشياء حتى الحكوميه، ان سكرت دوامات، وقفت كل شيء، كل شخص يرجع بيته من بيتهم الين يوم 10 فبراير. طبعا يمكن يأجلون ذي الشيء ما تدري. فشركة فوكس كون اللي تصنع أبل عندها، طبعا ما بس أبل، شركات كثيرة حتى سامسونج عندها بعض المنتجات تصنعها هناك، وبرضو LG سوني بعض المنتجات هناك، فأكثر الشركات يصنعون هناك. سامسونج يعني عملاقة في التصنيع، لكن عندها في بعض الأشياء تصنعها هناك أنت. فهذا السبب إن الحين إذا فوكس كون وقف التصنيع فراح يصير تأخير في إنتاج الايفونات الجاية، حتى لو الايفون اللي بينزل في مارش. فهل ابل راح تأجل المؤتمر حقها؟ هل ابل راح تسوي شيء؟ لانه الى الان الحين لي 4 شهور تقريبا من نزل الايربودز برو، والى الان لو بتطلبه من موقع ابل في امريكا هنا الى الان ما تقدر، يعني 4 شهور خلاص كان الكميات متوفرة، تطلبه اليوم يجيك بكرة بعد بكرة. لكن في امريكا اذا كنت تطلبه من موقع ابل يبي له شهر على ما يوصلك. فشيء غريب انه الى الان الايربودز أبل ما بقادرة توفرها، ففوكس كون ما بقادر إلى الآن يصنع حق أبل. والدليل برضو الثاني إنه يمكن يأثر المرض اللي منتشر الحين، وهاند المرض نفسه، إنه يأثر على ذي الشيء، لأن أبل برضو متاجرها في الصين سكرت، مكاتبها في الصين سكرت، فأي السور حق أبل في الصين الحين مسكر إلين يوم 10 فبراير أو 9 فبراير. فهل إذا المكاتب سكرت المصانع ما راح تسكر؟ راح نشوف قدام. انا بالنسبه لي اتوقع انه راح يتاثر، ويمكن ابل اصلا ممكن ما تعلن عن اي شيء ينزل في مارش قدام. ما في ايفون 9، ما في ايفون اس اي، ما في ايباد جديد الى يشوفون حل، يعني الا اذا فتحوا كل شيء الحين وشافوا حل حق نفس المرض. فارواح البشر اتوقع اهم، والكل يعني اتفق معي انه اهم من الاجهزه، فلازم يشوفون حل حق ذي الشيء اول شيء، بعدين يشوفون حل لحق الأجهزة اللي بيصنعونها. بس هذا الفيديو هذا كل شيء. أتوقع أنه مثل ما قلت لكم إذا ما شافوا حل وما في حل للمرض نفسه، أتوقع الأجهزة بتأخر، وأبل لازم تشوف لها حل، وبرضه الشركات الثانية لازم تشوف لها حل. أنه أوكي التخطيط في أمريكا هنا، لكن التصنيع في الصين، فلازم ينقلون كل شيء من الصين لدولة ثانية علشان يقدرون التكنولوجيا تعيش إذا كان بيتم زي كذا. لأنه أوكي احنا بالنسبه لنا كبشر المثل يقول لك المال عديد الروح، فبعض الشركات تقول لك ما نبي نخسر فما نبي نوقف، فاذا صار شيء في الصين لازم ننتقل في مكان ثاني عشان نكمل البزنس حقنا. فبس هذا الفيديو. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع ومن لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون بفضل دعاكم، والسلام عليكم.